أن يستثمر موقعه المثالي للتشريع من أجل تطويق الفساد ومحاصرة الرشوة ومحاصرة نهب المال العام. يعني أن يعرف بأن تكلفة الفساد في المغرب 5% من الناتج الداخلي الخام. خصو يعرف وزير العدل بأن العدد ديال المنتخبين المسؤولين راه مطالبات كبيرة وضخمة ومشبوهة نتيجة توليهم المسؤولية العمومية. إذا عليه أن ينصرف لوضع القوانين لزجر مثل هذه المخالفة. وزير العدل مقابل هذا الشيء سحب التجريم ديال الإطراء غير مشروع، وفي نفس الوقت يضيق على جمعيات المجتمع المدني. وزير العدل خصو يدير تشريع لحرب الفساد ولحرب الرشوة ويأسس الدولة والقانون، ماشي تشريعات اللي تحمي لصوص المال العام والمفسدين والمرتشين. وحنا كنقولوا لوزير العدل بأن المجتمع المدني والمغاربة راه ماشي حيت قصير، الرأي العام يتطلع إلى غد أفضل، وغد أفضل ما يمكنش يكون منتخبين مرتشين وفاسدين ومنتخبين يلهاتون صباح مساء ليل نهار خلف الطروة وخلف المصالح الشخصية. نحتاج إلى نخبين ذات مصداقية وكفاءة واقتدار ونزاهة، ليس إلى نخب تمشي على بطونها وتزحف من أجل جمع الثروة ومراكمة الثروة بكل الأساليب غير المشروع. I'm going to go to the hospital.
مشري ما مبيع وما مشري ما مبيع وما مشري ما مبيع.